ربنا عشان بيحبني يا حبيبتي فاداني حسنه كده اهو من اعمالي واداني حمار في خدودي ده طبيعي يا حبيبتي والحمار اللي في شفايفي ده كمان طبيعي بجد ايوه والله امال ايه والطاقيه دي بقى بقيه اللبس اللي انتي فصلتيه ده ايوه ده طقم على بعضه ايوه يا حبيبتي انا واخواتي رحنا اشتريناه كلنا كده وفصلنا كلنا عشان نبقى مترابطين كده هو عيله واحده ما انا ملاحظه انكم مترابطين أيوة. اوفر لدرجه ان انتي واخواتك الولاد بتلبسوا نفس اللبس ايوه ما لازم نلبس الله لازم نلبس لازم نفس اللبس صح صح انت يعني غيرانه مني يعني عشان انا لبسي حلو يعني يا حبيبتي هبقى اسلفك وبعدين يا اختي احنا عايزين نقعد يعني كده هو بتاع يومين اسبوعين شهرين كده هوت يعني فعايزين نبقى اصحاب من اولها كده هتوقفي لي على الواحده مش هينفع ولو يعني عينك في اللبس انا ممكن اسلفك كفايه يا رغي عايزه اذاكر على فكره نبقى نشوف الموضوع ده بعدين انا لسه ممكن نشوف الموضوع ده بعدين هذاكر هذاكر من ده بقول لك ها هو انتوا مخبين اكل فين ما تخبيش عليها اعترف ماشي ماشي انا هشوف سبحان الله ويخلق ما لا تعلمون ايه في حاجه يا فاروق شفت حاجه غريبه ايه دي يا سيخولي الحاجات دي خولي ايه اسمي سولي بقول لك يا سيسولي ده مؤاخذه هي الحاجات دي بجد ولا جرافيك لا بجد وبتتاكل كمان ايه دي الحاجات دي بتتاكل انتوا ايه ما عندكمش في بلدكم الحاجات دي الله دي حلوه قوي لا احنا الحاجات دي بنشوفها ببلدني في راديو بس راديو بس انت متاكد يا فاروق باشا انك جاي تقدم في عرب جود تالنت احنا ده احنا هنقدم في عرب جود تالنت في عرب جود المهم احنا هنقدم وهنكسبها كمان انا واخواتي طب يلحق يلا خد حاجات قبل ما الثلاجه تقفل الثلاجه تقفل الثلاجه دي هتقفل انت بتتكلم بجد انا ما اعرفش يا سيتو بس عشان اللي عايشه اصل العيال اخواتي يا عيني ما كانوش من اول امبارح يا عيال افتني امال اني واختي انكوا ليه؟ انت وياه؟ انا اختي لا تعالى اغذيك واعلمك اللغه الفلاحي ده صميم صميم اللغه دي ما تتغيرش اوعى تحرف فيها تعالى معايا امشي قدام علمك فلاح امشي امشي الحمد لله تعالى اعلمك انت كمان عشان تطلع اسطوري المياه تروي العطشان تروحي وطف ايه ده معقولة يا علي؟ لسه سايباك جوه انت لحقت علي يا بابا خضتيني يا ست انجي انا اللي خضيتك برضو انت ايه اللي انت لابسه ده؟ ده البتاع ده لقيته جوه انما حلو قوي بقول لك يا ست انجي الحمام اللي جوه دي في حمام سباحة في حمام سباحة صغير انما ايه عايزك توسعوه يا سلام حمام سباحة عندنا جوه انت عبيط يلا انت ايه اللي انت ملبسك البرنس بتاعك ده؟ هو بتاعك؟ انا لقيته ايه؟ قلت ان هو حلو فقلت ان انا اروح بيه المسابقة انت غبي؟ تروح مسابقة ايه؟ اقلع البتاع ده حالا هقلعه يا ست انجي حالا حاضر هقلعه امر لله استنى انت لابس حاجة الاول تحت ولا لا؟ طبعا انا مش عريان طب يلا اتفضل اقلع غمي عينيك يا قلب امك ايه؟ خص عليك بيبي دول انا لسه ما لحقتش البسه لعلي حتى بيبي دول قرف ايه بيبي دول ده يا علي تعالى الحقني علي هدومه كلها اتلبست الولاد بطلوا يتخانقوا على الكوره وبقوا يتخانقوا على سرقه بيجاماتي بقول لك ايه يا جوز بنت عمني قول اخلي النقشه من بري ولا من جوي من بري ولا من جوي ايوه انت من بري شبه من جوي بقول لك ايه يا بنت عمني انا يعني بثق في زوجك الطاجيه لايجه على الطاجن ولا مش لايجه لا بتحس الطاجيه هي لايجه بس اللي انا مش فاهماه بقى انت منين بنت عمني دي انا ابويا وحداني أنا... طلع بطاقتك يا واد انت اهو طلع بطاقتك مش معاكي مبلان النومه في التلاجة بالدنيا كلها انا نايم الخيار على يميني وام علي على شمالي اتلجتي يعني اتلجتي ده انا اللي هتلجك بالثلاثه تلاجة ايه يا هانم دي كانت تلاجة سابقا واوضه نوم البي حاليا امشي ورا كتبهم هاني اللي قتلتهم عورت نفسها دي ولا ايه بس يا ريتكم تلاجوا الدم يحجهم ولادي ولادي أيوة. قتلت مين يا بنت الطاقة؟ قتلت مين؟ الوحش اللي في اللعبة نيلة فرزان
حالتك. اقلع يا ابن الكلب انت اهو. اقلع يلا اقلع 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 اخواتي اخواتي يا ست انجي اخواتك في عينك وعامله دي اقلع يا ولد. انا كسرت لك اللوحه اجيب لك واحده مكانيه. مش ممكن يا سمير مش ممكن. حاجه ما اقدرش اوصفها لك. اربع عيال ما يتوصفوش. حاجات كائنات غريبه يعني العيال دي انا مش فاهم ازاي هيقدموا في عرب جود تالنت. ده موضوع كبير قوي 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 اكبر مما تتخيل. انا مكنتش متخيل كده ابدا. مش عارف اوصف لك يا سمير. انا مش مصدق يعني معقول البيت كله هدوء ورومانسيه فرقع فيه انبوبه بوتاجاز البيت كله يولع بالشكل ده. انبوبه ايه وبوتاجاز ايه؟ ده رأي سمير. ايه انا بكلمك فيه؟ انت توهتني. انا كنت لسه شايف فيلم قريب. فيلم فظيع رومانسي بوليسي كوميدي اكشن. بيت بلع فيه الحريقه بومبا قاعد البيت ولع كل اللي في البيت في المستشفى. كل الفيلم بقيته في المستشفى بالتريلر. فيلم ايه وليلة ايه؟ وانا جاي لمين؟ انا ناقصك انت كمان. انا جاي ابوبه. انا عندي اربع عيال. اربع عيال جوه مجانين والاربع عيال قاعدين مطلعين عين اللي خلفونا في البيت. والعيال ديت انا عايزين يقدموا قال ايه في عرب جود تالنت. طب انا اعمل ايه؟ انا راجل عاوز اعيش في بيتي، عايز اعيش حياتي مستريح، عايز امن وامان، عايز اعيش مع اولادي. ما تقلقش اخوك الكبير موجود. انا اعرف كل العيال اللي في الحي هناك. هخلوهم يجيبوا لك امر ازاله للشقه وامشيهم لك. انت بتحب المسقعه؟ مش عارفه اعمل ايه. مش عارفه اودي وشي فين من عليا رجاء. انت مش فاهمه العيال تصرفاتهم عجيبه. باباك هو اللي غلطان من الاول. كان لازم ياخد لهم شقه بعيد عنك انت وعادي. ايوه صح عندك حق. بس اعمل ايه بقى؟ هو ده اللي حصل. مش عارفه اتصرف ازاي بصراحه. طب المهم قولي لي المسابقه دي امتى؟ ها؟ المسابقه امتى وبطلي اكل؟ المسابقه معرفش. قالوا لهم بعتوا لهم 10 سيديهات كده وقالوا لهم هنرجع نكلمكم كمان كام يوم مع ان ولا واحد فيهم معاه تليفونات. مش فاهمه ازاي. واضح ان الموضوع صعب قوي. يا سلام. ايوه طبعا يا رجاء الموضوع صعب. امال انا جايه لك ليه غير عشان متنيل ب60 نيله؟ طيب يا حبيبتي اهدي اهدي. قولي لي المهم علي فين هو الاولاد؟ خد العيال يفسحهم بره شويه عشان يبعدهم عن الكائنات العجيبه. طب والكائنات هم فين دلوقتي؟ قال ايه نزلوا يعملوا الشوبينج. الله واضح ان هم متريشين قوي. متريشين ايه ونيله؟ ايه اسكتي. ايه قال متريشين؟ قال تلاقيهم عندهم قراطين باعوهم في البلد عشان يجوا يتنططوا على خلق الله بالفلوس. طب حلو وماله؟ خدي يا حمد خدي. انا تعبت. يلا يا ماما وريني وشك يا ست هانم. في ايه يا شعبان انت اتجننت؟ وبعدين ايه اللي مشلفطك كده؟ ايه اللي مشلفطني؟ قرايبك يا اختي بتوع عرب جود تالنت. ماتوا ده انا اللي هموتك. لا من فضلك ما تموتهاش عشان لو انت موتها انا هزعل منك قوي هخصمك. تخصميني؟ دول دخلوا عليا المحل وخدوا بضاعه ب 500 جنيه 500 جنيه مش قلت لك متريشين؟ طب انت ايه بس اللي مزعلك يا شعبان بالراحه كده؟ ده رزق وجالك لحد عندك. زعلان ليه؟ رزق ده وش واحد كله رزق؟ ده لو احمد رزق كان زمانه فلس.